الأول، وهي الحالة الغريبة على مستوى التصرف، التأخر لفترة طويلة، ثم الذهاب للحكم مساعد للحديث، ثم العودة بالبطاقتين صفراوين، ثم بحمراء على الزياش، ثم العودة للفار، ثم إلغاء الكرت الأحمر. مهزلة على بره. لو أنت قلت إيه؟ مهزلة، فوضى. فوضى ومهزلة. لا لا، مهزلة داخل المشكلة مع الحكم. لا قلت فوضى أنا. فوضى ومهزلة. لا، الغريب التصرفات. صح، بس تيجي أنا ليه أنا قراري أنا؟ أنا بحب زياش بس هو طرد. كرت الأحمر صحيح. الحكم كان رئيف بي ورحيم بي. فاكر محمد بس هو الحكم كان يفترض ان يذهب للفار قبل ان يعطي البطاقه الحمراء، لان اصلا اعطى البطاقه الحمراء بعد تقريبا دقيقتين وثلاث دقائق من توقف اللاعب. المساعد يعني ينتظر المساعد اللي وراه، المساعد مساعد الحكم، لانه هو عمل حوار مع المساعد الاول، فالمساعد قال له كلام، فهو راح على بناء كلام المساعد خد القرار الاول. لما الفار تدخل قال له لا روح شوف، فراح لغي الكارت الاحمر ومديله كارت اصفر. فانت قبل كل الدوشه دي او قبل كل القرارات دي، ما انت لازم تاخد كل الاجراءات الصحيحه قبل ما تعلن قرارك الاخير. بس هو في ضرب. في ضرب. ده محمد عليك ليه؟ يعني انا اشوف اقرب للكف صراحه. لا 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 يا محمد، شوف يا اخي يا اخي اداله واحده. ايه مش قوية. لكن لا، الحكم كان ينظر الى الحاله. الاشكال انا اراه في تمركز الحكم، كان خاطئ في تمركزه. غالبا دائما الحكم في مثل هذه الحالات يسحب نفسه ويبقى ينظر الى الحالات، فيكون مسيطر على رده الفعل. لاحظ الحكم كان قريب من اللاعبين، فبمعنى في بعض اللكمات وبعض لا ينظر اليه، لاحظ اتصال الحكم كان لاحظ ظهره للاعبين. في شو اللاعبين؟ انا الحكم كان من المفروض هو ملعب نفسه صراحه. الاكشن كان يمين ويسار وراجل خطه. بس العتب على اعطاء البطاقه الحمراء قبل عوده الفار. الاشكال انا يمكن اتفق مع حمد على المستوى انه الحكم الخط هو اللي يمكن اعطاه الاشاره انه زياش يستحق كرت احمر، ثم انتظر تدخل الفار انه زياش لا يستحق، تعالى وشاهد انه لم تكن اللاكمه قويه. طيب محمد شوف احمر، تشوفها؟ لا سوفت شويه يا راجل. تعالى انا تعالى اديك واحده.